السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله رب العالمين، اليوم هنبدأ في إن كيف نجيب الشير والمومنت as a function في الإكس، as a function في الإكس. المحاضرة الماضية تعلمنا كيف نجيب الانترنال فورسز، تمام؟ الانترنال فورسز لو كانت الفورس كلها فورس واحدة، يعني كيف فورس واحدة؟ يعني زي نيجي على الإكزامبل اللي هنا، تمام؟ أو في نقطة واحدة، تمام؟ جينا أخذنا عند النقطة C، عند النقطة دي يعني عند بعد محدد عند 1 متر. طب لو كانت في مكان ما مثلا هنا، أو في مكان ما هنا، أو في مكان ما هنا، أو في مكان، أو في مكان ما هنا، هتختلف، هتكون قيمة الشير مثلا هنا، تختلف عن قيمة الشير هنا، تختلف عن قيمة الشير هنا، تختلف عن قيمة الشير هنا. هذا بنسميها عبارة عن مسافة X من مكان معين، تمام؟ طيب، مثلا لو جينا هنا على إكزامبل هذا، في أي مكان برضه هتختلف إيش؟ بس احنا جبناها as a function في الاكس، ممكن نقول عند 2 تساوي كذا، نعوض عن الاكس، عند 3 تساوي كذا، عند 4 تساوي كذا، عند ما نصل يعني من 0 ل 6 بنقدر نجيب as a function في الاكس من 0 ايش؟ ل 6، بس هنا عندنا فتره واحده، عندنا فتره واحده من 0 ل 6، هنا هنلاقي حالنا عندنا فترتين من 0 ل 1، اكثر من فتره، عندنا من 0 ل 1، من 0 ل 2، او من 0 ل تمام؟ 0 ل 3، من 0 ل 4، ومن 0 لايش؟ ل 5، تمام؟ فهذه فترات. فهنا مثلا عندنا من 0 ل 18، لو جبنا قيمة الشير والمومنت از فانكشن في ايش؟ في الاكس. بس خليني اعمل هنا، تمام؟ طريقة يا شباب ان اجيب الشير والعزم، اللي هي قوى القص وقوى العزم، قوى الداخلية تعرفنا عليها المحاضرة الماضية، as a function في الاكس بالطريقة سهلة جدا، حتكون ان شاء الله مش حنتغلب كثير فيها، حناخذ اكزامبلات عليها. فبس في الاول خلينا نشرح هنا في حالة ايش support reaction shear and moment function، تمام؟ هي عبارة عن يعني هي كل شغلنا شغل اسمها shear and moment function، تمام؟ يعني احنا كل شغلنا شغلتنا نجيب shear and moment function. ايش يعني shear and moment function؟ يعني قيمة الشير وقيمة العزم، يعني قيمة قوة القص وقيمة قوة العزم as a function في الاكس، عن طريق ايش function؟ بمجرد ان اعوض عن قيمة الاكس بطلع قيمة مين؟ بطلع قيمة الشير، بطلع قيمة العزم، تمام؟ وبطلع قيمة المومنت. خلينا دائما نقول الحين شير ومومنت، تمام؟ هذه عبارة عن الشير والمومنت عبارة عن internal forces زي ما اخذنا المحاضرة الماضية. اول حاجة specify، اول شغلة حنعمل separate coordinate x and associated origins exist extending into regions of the beam between concentrated forces and or coupled moments or where there is a discontinuity of distributed load، تمام؟ ولأن وين ما يكون بدك تغير في اللود لازم تحط ايش؟ قيمة للإكس، لازم تغير قيمة الإكس، وين ما يكون عندك ايش؟ تغير في اللود. يعني باجي هنا باجي من A ل B هذه بعتبرها X1، بقول من 0 ل X1، تمام؟ من B ل C بعتبرها X2، من سي لدي بعتبرها ايش؟ اكس 3، تمام؟ لان هنا ثلاث فترات، ان ايش؟ ثلاث فترات، لانه صار في تغير في اللود، هنا اللود ثابت كله دبليو، بعد كده وقف اللود عند النقطه دي، تمام؟ فيش لود، تمام؟ صار في هنا تغير في اللود، تمام؟ عند النقطه سي، بين النقطه سي فاصل بين المنطقه والمنطقه في تغير هنا ايش؟ المنطقه، فصارت اي بي منطقه وبي سي منطقه وسي دي ايش مالها؟ منطقه، تمام؟ سكشن ذا بيم ات اكس ديستانس اند فروم the free body diagram determine V from M at extension C. Determine V و M at extension C. خلينا نشوف example ممكن يوضح علينا أكثر. يوضح لنا إيش أكثر. طيب. example هاي. Determine the internal shear and moment function. تمام؟ رجعنا شباب كل واحد بيمسك القلم بعد ما يسمع المحاضرة وبيحل بإيده. لأن هنا شباب شايفين فيش لوحة أحل عليه. لازم تحله بإيدك. لو في لوحة أحل عليه كنت حنأخذ وقت أكثر في الشرح. هنا شباب عندنا بيم من A ل B، أول نقطة A رولر و B زي ما انتم شايفين بن، تمام؟ هنا قيمة W، هذه القيمة ايش مالها؟ W، تمام؟ نيجي نعمل الفري بادي دايجرام لكل البيم، كل البيم ايش حيطلع عندنا في الفري بادي دايجرام؟ زي ما احنا عارفين في هنا هنا فيش AX، هذه رولر، هذه عندنا RA أو AY، تمام؟ و RB، وعندنا هنا ايش؟ اللي هي AX، تمام؟ AX دغري بتساوي صفر، مش مشكلة فيها، تمام؟ فعندك RB و RA، كيف بدنا نجيبهم؟ زي ما احنا عارفين زمان سميشن المومنت عند مثلا الـ A بتساوي صفر، لأنه هذه ايش حتكون؟ W في ايش؟ في L، صح؟ ايش هذا يا شباب؟
دبليو في ال بحول هذا كله الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد لود جاي في مين في النص، يعني لو كانت هذه 5 وهذا 6 حنقول 5 في 6 كام 30، هنا حنقول دبليو في مين في ال، دبليو في ايش في ال. تمام ايش دبليو في ال؟ يعني عشان اجي في النص حنقول دبليو في ال على 2 دبليو في ال على 2، او ممكن احنا عن طريق معادلات الديزاين سميشن مومنت هنا بيساوي 0 اطلع قيمه مين الار بي، سميشن اف الواي بيساوي 0 اطلع قيمه مين ار اي. فهو مباشره قال لك هذه دبليو في ال على 2 وهي دبليو في ايش في ال على 2، راح تنقسم ايش من النصين لانه في سيمتري، هذا جاي دبليو جاي في ال جاي في النص. تمام طيب هنا يا شباب انتم ملاحظين لو لاحظنا هنلاحظ شغله انه اللود اللي عندي هنا تمام اللي احنا شايفينه ثابت على كل البيم، فيش تغير في اللود من A ل B. يعني احنا كم فتره حتكون انا حتكون انا فتره واحده اللي هي من صفر ل ال، حناخذ ايش حناخذ اكس، حناخذ ايش اكس، حناخذ اكس اي قلم، حنقول الاكس ساعتها بتبدا من صفر تنتهي لعند مين لعند، فنقول هذه اكس. تمام الاكس ساعتها من صفر لا الفتره من صفر لا الاكس عند اي اكس، يعني عند اكس يساوي واحد بقدر اجيب قيمه مين العزم زي ما اخذنا المحاضره الماضيه او قيمه الشير. تمام فانا بدي اجيب هذا الشير والعزم دلاله الاكس، يعني اقول له عند اكس تساوي واحد اقول اعوض في الاكس طلع لي قيمه الشير، اعوض في الاكس طلع لي قيمه مين العزم. تمام عندي فباجي هنا باخذ هذه المنطقه تمام بقصها. تمام ايش بكون عندي هنا دبليو في ال على 2، هي حاطين دبليو في ال على 2 ومن هنا ايش يعني دبليو على قديش على اكس. تمام طب ايش يعني هنا لو لاحظت المحاضره الماضيه كانت هذه هيك وهذه هيك تمام وهذه هيك عباره عن موجب، يعني هي حتكون هذه برضه الجهه الثانيه ايش العكس، هذه الاشاره الساين كونفنشن الام بالطريقه هذه والفي لتحت حتكون هي ايش عباره عن ايش الموجب والهذا. تمام كده عند القطع كده الجزء اليمين باخذ هذه الاشاره والجزء الشمال، عشان اخذنا الجزء الشمال اخذنا مين الاشاره ايش هذه الام والفي لتحت. تمام صار عندنا دبليو في ال على 2 من عند اللي وهنا دبليو، هذا الدبليو يا شباب ايش بتساوي؟ دبليو لما نيجي نحولها بنستريبيوت دبليو في اكس، لانه هنا على كل ال قلنا دبليو في ال وهنا جت في النص، طبعا على قد الاكس دبليو في اكس حتيجي برضه في النص على بعد كم؟ دبليو اكس على بعد اكس على 2 سواء من هنا او من هنا، صح؟ على بعد اكس على 2 سواء من هنا او ايش؟ او من هنا. تمام؟ طيب فنيجي نقول سمي لهذه لهذا الجزء سميشن اف الواي بيساوي صفر، ايش هنا في الواي؟ دبليو في ال على 2 لاعلى ناقص في لاسفل ناقص دبليو في الاكس لاسفل، فهي دبليو في ال على 2 دبليو في ال على 2 ناقص دبليو في اكس ناقص في بيساوي صفر، حط في على الجهه الثانيه بصير في بيساوي دبليو في ال على 2 ناقص دبليو مين في الاكس. هذه شباب وين ما تعوض هنا، يعني الاكس يساوي واحد حط واحد بدل الاكس بصير دبليو في ال على 2 ناقص دبليو، صح؟ تمام؟ عند اكس يساوي 2 طب اكس عند اكس تساوي 6 حط عند اكس تساوي 6 إيه عند اكس تساوي ال دبليو في ال على 2 ناقص دبليو في ال تطلع ايش سالب دبليو في ال ايش؟ على 2. تمام؟ كويس هذا شباب قيمه الشير دلاله مين دلاله الاكس. طيب نيجي ام الزد ايش ام الزد بتساوي؟ حناخذ سميشن المومنت عند النقطه زد هذا سماها ايش بتساوي؟ بتساوي صفر. الفي ايش مالها؟ حطرو بصير عندنا والدبليو في ال على 2 في كم المسافه؟ في اكس دبليو في ال على 2 في اكس مع عقارب الساعه ايش مالها؟ سالب ودبليو في اكس في اكس على 2 تمام كويس زاد مين العزم الثنتين هذول ايش موجب بيساوي صفر، فتطلع عندك الام بتساوي دبليو في ال على 2 في اكس ناقص دبليو في اكس تربيع 2. في شباب علاقه بين الشير وبين العزم، في علاقه بين الشير وبين العزم. شوف بقول لك العلاقه انه الشير عباره عن مشتقه مين العزم، ايش مشتقه العزم؟ اشتقها ليش اشتق معادله اشتق دبليو في ال على 2 في اكس بتروح في حاله اشتقاق صح؟ بصير دبليو في ال على 2. طب هذه الاشتقاقه 2 صح؟ اشتقت اكس تربيع بصير 2 في دبليو في اكس على 2 تروح 2 مع 2 بصير دبليو اكس، يعني لو انت جبت بس العزم تعمل له اشتقاق بتطلع مين منه؟ طلع منه الشير. او الشير عباره عن تكامل مين؟ تكامل العزم كامل هذه بصير لك دبليو في ال على 2 في اكس تمام؟ ناقص دبليو في اكس تربيع 2 تمام؟ الشير عملت العزم تكامل مين؟ تكامل الشير، والشير عباره عن مشتقه مين؟ مشتقه العزم. هذه حاجات مهمه شباب كمان شويه حتهمنا. انه في علاقه بين الشير وبين العزم، انه العزم مشتقة من الشير، يعني اذا انا جبت له عزم بكفي بقدر اجيب من الشير بشتقه، واذا جبت الشير بكفي بقدر اجيب منه مين؟ بقدر اجيب منه ايش؟ العزم، بقدر اجيب ايش منه العزم. اعيد كم مره هنا؟ بدي اعيد كم مره عشان بس اول اكزام. هنا يا شباب زي ما حكينا انه اللود عندنا جاي من صفر لال هو
فيش في اي تغير تمام زي ما انتم شايفين دبليو لود. انا شوف قبل ما ابدا اشتغل لازم اشوف امتر داكشن. امتر داكشن كيف بنجيبه؟ الطرق التقليديه اللي احنا عارفينها، ناخذ كل البيم كده تمام، القلم ناخذ البيم كله كده تمام، وبنفرش ترسم له في بار دياجرام تمام، نرسم له في بار دياجرام بصير هذه بصير في بار دياجرام تاعنا هي الفريق. هاي البي عندك هنا ار بي او اي بي او بي واي، وهنا عندك ايش ار اي الاكس بيساوي معروف. هنا ايش في عندك في النص دبليو في صح، هاي الفري بالي دايجرام، هذه مجهوله وهذه مجهوله، عندنا كم معادله؟ ثلاث معادلات. صمش العزم هنا بيساوي صفر بتطلع مين؟ ار بي. صمش اف الواي بيساوي صفر بتطلع، او انه انا بمجرد ان الاقي هذه في النص مع الكلام هذه دبليو في ال على 2 يعني نصها، وهذه ايش؟ دبليو في ال على 2 يعني ايش مالها؟ برضه نصها تمام؟ فهي دبليو في ال على 2، هي دبليو في ال على 2، هي دبليو في ال على 2 كانه جاب تمام؟ اول 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 حاجه اني بجيب مين؟ بجيب الرياكشن. الحاجه الثانيه بروح انا باخذ الاكس تاعتي من نقطة معينة، دائما شايف ناخذها من طرف مين؟ من طرف البيم الاكس، ناخذها منين؟ من طرف البيم، يعني هاي من هان ببدا هيك بقول بدي اخذ الاكس من هان هيك تمام؟ اقول عند المسافة اكس هذه تمام؟ بدي اقطع مين؟ اقطع البيم بصير هي شكله، هاي لما اقطع البيم بصير هاي شكله، ايش في عندي على الجهة هذه؟ الجهة الشمال هذه اللي قطعت فيها، هاي الدبليو زي ما هي، هاي بالدبليو مالها زي ما هي على طول الاكس تمام؟ لما اجي احول هذه من ديستريبيوشن لكونستريبيوشن لازم اضرب دبليو في اكس لانه مش على كل ال ها بس على قد مين؟ عقد الاكس، فبصير هذه اللي في الدايجرام تاعها بدال بدال هذا بدال الديستريبيوت لود بس ايش عندنا دبليو في مين؟ في اكس، وين جايه؟ في النص تمام؟ ودبليو في ال على 2 احنا جبناها. هنا بفرض الموجب انه الفي لاسفل والام بالطريقه لانه انا اخذت جزء مين؟ جزء ايش؟ ليش؟ صار عندي كم مجهول؟ مجهول عند الفي، مجهول عند مين؟ الام، مجهول عند الام. باجي بقول سميشن اف في الواي بيساوي صفر، ايش في عندي في الواي؟ دبليو في ال ناقص دبليو في اكس ناقص في بيساوي صفر، بطلع في بيساوي دبليو في ال على 2 ناقص دبليو اكس. صميش العزم عند النقطه زد بيساوي صفر، الفي ايش مالها؟ حتروح، ظل عندي دبليو في ال على 2 في اكس، دبليو في ال على 2 اكس بس ايش مالها؟ مع عقارب الساعه سالب. دبليو في اكس في اكس على 2 لان هذه المسافه من هنا لهنا اكس على 2 بالموجب، زاد العزم اللي هو ام بيساوي ايش؟ بيساوي صفر، ام بتساوي دبليو في ال على 2 في اكس ناقص دبليو اكس تربيع. العلاقه بين هذا وهذا حكينا يا شباب انه الشير عباره عن مشتقه العزم، والعزم عباره الشير عباره عن مشتقه العزم، والعزم عباره عن تكامل مين؟ تكامل الشير. يعني انا اذا جبت العزم دائما في الاغلب احسن اجيب العزم واشتقه بطلع مين؟ بطلع الشير، بطلع مين؟ الشير تمام. طيب نشوف الاكزامبل هذا، هذا مر علينا قبل في المحاضره الماضيه بس كان على بعد مسافه معينه بس مش ما كانش نفس المسافه. انا بنقول على بعد اكس، بنقول على بعد ايش؟ على بعد اكس. خلينا نشوف إذا في حدا عنده سؤال ممكن يسألني على الواتس أو التليجرام تمام، مش عندي أي مشكلة تمام. طيب خلينا نشوف الإكزامبل. هاي عندنا كانتليفر بي، مش يعني كانتليفر بي، يعني هذه عباره عن فيكس سبورت. ايش مالها؟ فيكس سبورت تمام؟ هذه فيكس سبورت، يعني في عندها ثلاثه اي اكس، كانت اسمها اي اكس، اي واي، في عندها ايش؟ عزم ام اي. اذا بدنا نجيبها، اذا بلزمها العزم. وفي الاغلب حلزمنا اذا بدي اخذ مين؟ اذا بدي اخذ جزء مين؟ اذا بدي اخذ جزء ايش مالها؟ طيب كيف نجيب العزم هنا يا شباب والاي اكس والاي واي؟ اول شيء الاي اكس بتساوي صفر، يعني ما فيش حاجه في الاكس، طب مش الاف الاكس بتساوي صفر، بيطلع اي اكس ايش مالها؟ بتساوي صفر تمام؟ طيب سميشن اف الواي بيساوي صفر، سميشن اف الواي بيساوي صفر، هذه كيف حنحسبها؟ 2 في 30 60 في نص 30 تمام؟ 2 في 30 في 60 عباره عن ايش؟ 30. حنيجي نقول ساعة
تحت المثلث اللي هي نص القاعدة الارتفاع نص في 30 في 2 تمام، تطلع ايش ماذا؟ 30 تطلع 30. طيب وين بتتركز هذه؟ يعني بدي اشيل كل الديسيبلين لود بتتركز بدل هنا على بعد ثلث من القاعدة، فحتقول 30 على بعد مين؟ 10 على بعد 10. سميشن اف الواي بيساوي صفر، اذا الاي واي كم بتساوي 30؟ حتلاقي كم هنحطها؟ هي 30. طيب سميشن العزم هنا بيساوي صفر، فحنقول 30 في 20 تمام؟ لو فرضنا العزم كده ام تمام؟ حنقول 30 في 20 حتساوي الام، حتطلع كم العزم؟ 60، حيطلع العزم 600، 30 في 20 600، 30 في 20 600 تمام كيلو في الفوت، 600 كيلو باوند في مين في الفوت. فصار عندنا هاي الفريبل دايجرام اللي عندنا، طلعنا منه الاف الاي واي مثلا، وطلعنا منه الام اي تمام. الام ايش؟ الام اي. بدي اجي هنا عند مسافه اكس اقطع كده واخذ جزء مين؟ اخذ الجزء الشمال. بمجرد قطعنا عند مسافه اكس، هي المسافه اكس قطعنا واخذنا الجزء الشمال، ايش في عندنا الجزء الشمال؟ في عندنا 600 مزبوط، في عندنا مين؟ ال 30 هي نزلناهم زي ما هم، وفي عندنا الديستريبيوتد لود هذا اللي عند المسافه اكس، اللي هنا في ديستريبيوتد لود على شكل مين؟ على شكل ايش؟ مثلث. على شكل مين؟ كيف بدنا نجيب الديستريبيوتد لود على شكل، كيف يعني بدنا هذا بدنا نعوض عنه بقيمه فورس بس واحده على بعد ثلث الاكس من هنا ولا لا؟ على بعد الاكس على 3، هاي اول حاجه، هاي على بعد الاكس على 3. كيف بدنا نجيب القيمه هذه؟ القيمه هذه سهله، كيف بدنا نجيبها؟ نقول نص نص في اكس في الواي، وين الواي؟ هو الارتفاع من هنا لهنا. كيف بدنا نجيب الواي هذا؟ انت شايف المثلثات زي ما حكينا قبل كده، حنقول واي في المثلث الصغير على 2 في المثلث الكبير بدها تساوي اكس في المثلث الصغير مظبوط على ايش؟ على 30 في المثلث الكبير. حنقول واي حتساوي اكس 2 اكس على 30، يعني اكس على 15. حتصير عندك هذه المسافه واي اكس على 15، فبدل واي حنحط ايش؟ اكس على 15، فحصير نص في اكس تربيع على 15، فهي نص في اكس تربيع على 15 تمام؟ على بعد ايش؟ اكس على 3، على بعد اكس على 3. بنيجي هنا سميشن اف الواي بيساوي صفر، ايش في هنا في الواي؟ 30 موجب ناقص نص في اكس تربيع على 15 ناقص في بيساوي صفر، هيها 30 موجب ناقص بيساوي صفر، اذا في بتساوي 30 ناقص اللي هي نص على 15 في الاكس تربيع اللي هي ناقص 0.33 اكس تربيع، هذه مين قيمه ايش؟ قيمه الفي. طيب صميش العازم عند النقطه هاي اللي هي بسميها اس بيساوي صفر تمام. ايش في عندنا هنا؟ في عندنا ام بالموجب تمام، لانه يعني عكس عقارب الساعه، وفي عندنا عكس عقارب الساعه نص في اكس تربيع 15 في اكس على 3، هاي نص في اكس تربيع 15 في اكس على 3، وفي عندنا 30 في اكس، في عندنا 30 في اكس، 30 في اكس هي بالسالب تمام، وفي عندنا 600 هذا ايش مالها؟ بالموجب. فبنطلع قيمه مين؟ العزم. ام بتساوي سالب 600 زائد 30 اكس ناقص 011 اكس اكيد. اشتق هذه حتروح سالب 600، ايش حصير عندك؟ واشتق هذه حتصير عندك 30، واشتق هذه 3 في بون 011 بصير بون 003 اكس تربيع. فهذه العلاقه بين الام والفي، انه الفي مشتقه العزم، والعزم تكامل مين؟ تكامل الفي، والعزم تكامل الفي. نفس الطريقة بس هنا جلت عندنا شغلة جديدة، ان نجيب هذه القيمة وين بقطع الاكس في قيمة لمين؟ للواي، في قيمة مين؟ للواي تمام؟ في قيمة للواي. شوف كمان اكزامبل، ضروري ضروري يا شباب نمسك القلم ونحل بايدينا تمام، ضروري نمسك القلم ونحل بايدينا. طيب يا شباب صار عندي الموضوع في تغير في اللود زي ما انتم شايفين هنا، في ايش؟ في تغير في ايش؟ في اللود، في تغير في اللود عندنا زي ما احنا ايش؟ زي ما احنا شايفين في البيم الامامي. يعني ما بينفعش اقول اكس في اي مكان، الاكس لهنا تمام ثابته لانه هنا الاربعه كيلو ثابته، بس بعد كده بطلت اللود شمالها ثابته، فلان الفتره فترتين اكس واحد من 0 ل 12 واكس 2 من 0 ل 20 تمام؟ يعني عند اكس 1 من 0 عند 12 الى قيمه واحده، واكس 2 من 0 ل 20 الى ايش؟ قيمه ثانيه، الى قيمه ثانيه تمام؟ طيب خلينا نشوف كيف، خلينا نشوف كيف. لو هذا عباره عن كالتليفر، عباره عن كالتليفر ايش؟
كانتيليفر بينزل واحنا شايفين. يعني هذه فيكس سبورت، تمام؟ فيكس سبورت ايش انا حكون فيها؟ حكون فيها اكس اول شيء حتساوي صفر، هذه في شيء حكون في فورس الواي وفي عزم، في عزم تمام في ام. طيب سميشن اف الواي بيساوي صفر ايش يعني؟ اربعه هذه اربعه على اقول كم؟ اقول 12، 4 في 12 14 48 تمام، حتعوض بدالها 48. فحنقول هذه اللي هي مثلا اي واي، اي واي ناقص 48 ناقص 60 بيساوي صفر، فتطلع اي واي بتساوي ايش؟ 48 زائد 60 تطلع 108، فهي اي واي 108 كيلو لاعلى تمام. صمش العزم هنا بيساوي صفر، حنقول 48 في 6 تمام زائد 60 او نقول سالب 8 لان مع قارب الساعه، سالب 48 في 6 سالب 60 في 20 سالب 100 زائد الام يساوي صفر، يطلع معك الام كم؟ بيساوي 1588 كيلو في الفوت تمام، 1588 كيلو في الفوت تمام كويس. هذا هو عباره الفري بادي دايجرام اللي رسمناه تمام. فهنا صارت هيك شكل ايش؟ البيم عندنا هنا العزم وهنا الرياكشن تمام. هذا بدل الاستبيت لو حطينا 48 و60 زي والعزم هذا ايش ما له زي، اروح بقطع عند الاكس واحد هنا في الاول تمام وبشوف ايش في عندي، باخذ ايش في من الجزء الشمال؟ في عند الاكس واحد هنا الاكس مثلا تمام، الجزء الشمال في 108 الاعلى، في فوق مومنت 1588، هي 1588 هي 108 الاعلى اللي فورس هنا. في عندك هذه المسافه من هنا لهنا اكس واحد تمام كويس، فديستريبيوتد لود على قد الاكس واحد هيصير 4 في اكس واحد وين جاي في النص على بعد اكس واحد على 2 سواء من هنا ولا من هنا. اشاره العزم الطريقه هاي عشان اخذت الجزء الشمال ام كده والبي لتحت. ايش الموجود عندي؟ الام والبي. سميشن اف الواي بيساوي صفر، عندنا سالب في سالب 4 اكس زائد 108 بيساوي صفر تمام، حيطلع عندك في بيساوي 108 ناقص 4 في مين؟ في الاكس واحد. طيب صمش العزم هنا بيساوي صفر، ايش حنقول؟ ام بالموجب 1588 بالموجب ناقص 108 في اكس واحد بالسالب تمام زائد 4 في اكس واحد، في اكس واحد على 2 بيساوي ايش؟ بيساوي صفر. بتطلع قيمة مين؟ العزم. اشتغل اشتقت هذا، هذا هتروح هسي عندك 108 زي ما هي و2 هتصير سالب 4 مين؟ في الاكس واحد. هذا عند مين؟ عند الاكس واحد. طيب لو بدنا ناخذ هنا قطع ثاني عند الاكس 2، عند الاكس 2 يا شباب حناخذ هنا هي تمام، مثلا هاي الاكس 2 كويس، هذا الاكس ايش؟ الاكس 2. انا في الاكس 2 ايش هروح اساوي؟ هروح نفس الكلام اخذ الجزء الشمال مثلا او اخذ الجزء اليمين اللي بدك اياه، ممكن الجزء اليمين حتلاقيه ياثر عليك. الحين خلينا ناخذ الجزء الشمال بعد بحل معك الجزء اليمين تمام؟ خلينا ناخذ الجزء الشمال. ايش قيمه الاكس؟ ايش حيكون هنا؟ عندنا ام وعندنا بي، عندنا هذه كلها كامله 48 حاخذها، حاخذ ال 100 ال 108 حاخذ ال، والطول من هنا لهنا عباره عن 6 تمام؟ 6 تمام؟ والطول من هنا لهنا كله ايش؟ عباره عن ايش؟ عباره عن اكس 2. حنقول سميشن اف الواي بيساوي صفر، سالب بي لاسفل سالب 48 زائد 108 لاعلى، اذا البي بتساوي ايش ما لهنا؟ البي بتساوي 60. ايش يعني البي بتساوي 60؟ يعني قيمه الفي في المنطقه هذه تمام كويس بتساوي 60 دائما، بتساوي 60 دائما. فمن المنطقه؟ المنطقه من هنا لهنا قيمه البي كم بتساوي؟ بتساوي 60، بتساوي 60. طيب ثابت تمام، بدك تكملها ايش يصير؟ 60 في اكس 2. طيب وين الثابت في الغرام عشان نقدر نجيب؟ عشان دائما احنا بنقول جيب العزم بعد اشتق مين؟ اشتق منه بتطلع مين؟ الشيء. خلينا نجيب الام. الام ايش في عندنا؟ في عندنا ام بالموجب 1588 برضه بالموجب، عندنا ناقص 108 في اكس 2 زائد 48 تمام، 48 في اكس 2 ناقص 6، هذه المسافه عباره عن اكس 2 ناقص 6 تمام بتساوي صفر. اذا ام بتساوي 60 في اكس 2 ناقص 1800. اشتق هذه، اشتق هذه، هذه بتروح بتصير ايش؟ البي ايش بتساوي؟ 60، بتساوي 60. طب خليني اخذ الجزء اليمين، هاي الجزء اليمين بنعتبر اخذت الجزء اليمين، هيك اخذنا الجزء اليمين تمام، هاي البي من الجزء اليمين تمام. بس خليني اعدله هاي البي من الجزء اليمين. ايش في الجزء اليمين يا شباب لو اخذنا من هنا؟ في 60 وفي ال 100
بس خلينا نشوف كيف 2060 لأسفل فينا هنا 100 هذه المهم تمام كويس 60 كيلو و100 كيلو في الفوت تمام. طب هنا كيف حتكون الإشارة بدل هاي اللي تحت حتكون البي لما أنا أعلى عشان هذا أخذنا الجزء اليمين والآن كيف حتكون حتكون كده. طيب سمشن اف الواي بيساوي 0 في ناقص 60 بيساوي 0 بي بيساوي كم 60 سمشن العزم هنا بيساوي 0 60 تمام 60 تمام في المسافه من هنا لهنا قلنا من هنا لهنا الاكس على 2 حتصير 6 ناقص اكس على 2 60 المسافه كلها كم المسافه كلها 20 في 20 ناقص او ممكن ناخذ الاكس الاكس 2 من هنا شباب اكس 2 نسميها هيك تمام بنريح رؤوسنا هذا كله ايش اسمها اكس 2 تمام فحصير في بتساوي 60 هنا العزم ايش بتساوي ال 100 سميش العزم هنا بيساوي 0 60 حتروح بصير عندك 100 سالب 100 تمام عندك العزم هنا في عندنا سالب 100 اذا ام مع عقارب الساعه سالب ام سالب 100 سالب ام سالب 100 هذا العزم هنا لا 60 مش هتروح نقطه العزم هنا شباب تمام سالب ام سالب 100 سالب 60 في اكس على 2 تساوي صفر اذا الام بتساوي ننقلها سالب 60 اكس على 2 ناقص 100 طيب ايش الفرق بين هذه وبين هذه تمام او احنا اشتقناها بتطلع موجب 6 تمام مش سالب 6 في مشكله مش عارف خلينا نعيدها كم مره يا شباب نرسم الرسمه بس انا مش شايف الرسمه بشكل صحيح مش مشكله ياخذ منحى تمام مش شايف نفس الشكل صحيح خذ جزء اليمين اليوم اطلع فوق بس عشان ما اخربطش علينا نعمل قطع هنا هنا مقطع هنا هنا هيك المسافه من هنا لهنا نسميها اكس 2 اكس 2 كويس لما بدي اخذ الجزء اليمين هذا ايش بدي اخذ هاي شكله صح ايش عليه هنا 60 وعليه هنا 100 عزم هنا حيكون في عندي لا الفي لاعلى والعزم هيك هذه ام هذه سميشن اف الواي بيساوي صفر اذا الفي بتساوي 60 ما فيش فيها مشكله سميشن اف الواي لانه سالب 60 زائد في بيساوي صفر اذا الفي بتساوي ايش؟ في بتساوي 60 هاي اول واحده هذه نفسها هاي في بتساوي 60 تمام؟ سميشن المومنت هنا بيساوي صفر تمام؟ سميشن المومنت هنا ايش ماله؟ بيساوي صفر ايش في عندنا؟ في عندنا سالب 60 في لانه مع عقارب الساعه اللي حقول سالب 60 في مين؟ في اكس على 2 اكس 2 سالب 60 في اكس 2 سالب 100 سالب ام تساوي صفر اذا الام بتساوي سالب 60 اكس على 2 سالب 100 تمام ام بتساوي سالب 60 اكس على 2 سالب 100 تمام سالب 60 في اكس 2 سالب 100 تمام تمام كويس سالب 60 في اكس 2 لو جينا هنا عوضنا مثلا عن اكس 2 اكس 2 بتساوي نقول
لعند المسافة هنا 12، عوض عن اكس 2 12 فتصير 60 ضرب 12 1200، 60 في 12 1200 جنب تصير قيمته سالب 100. طيب نيجي نعوض هنا عن اكس 2 اكس 2 اللي هي بايش؟ ب 8 فبتصير سالب سالب 60 في 8 سالب 60 في 8 فيها في مشكلة، خليني براجعها برجع لكم اياها، خليكم الحين على هاي براجعها وبرجع لكم اياها ان شاء الله، مشان مش في قلم اجيب قلم. سريع قلم نشوف كم مره. الجزء اليمين زي ما حكينا هي الجزء اليمين في 60 لاسفل وفي عزم 100 في عزم 100 في في لاعلى وفي ام كده ابي نرجع اتاكد من قاعده الاشارات بس تاعتنا هاي الام كده والفي لاعلى ارسمها تمام كويس. من سؤالنا يعني سؤالنا هنا فحنشن المجهول هنا سميشن اف الواي بيساوي صفر فعندنا في ناقص 60 بيساوي صفر اذا في بتساوي 60 ما فيش فيها مشكله. سميشن العزم عند النقطة هاي بيساوي صفر اثنين ايش في عندي؟ في عندي 60 في اكس 2 تمام سالب سالب 100 سالب ام بيساوي صفر اذا الام بيساوي سالب 60 في اكس 2 سالب 100. طيب اصلا ما اشتقها يطلع نفسه الام في بتساوي سالب 60 60 طلع تمام سالب 60 هنا طلعت 60 مشكلة في نرجع هذه. طب عند اكس تساوي عند اكس تساوي 8 سالب 60 في 8 6 480 سالب ناقص 100 سالب 580. طيب هذه عند اكس تساوي عند اكس تساوي 8 60 في 8 60 ضرب 8 480 ناقص 1300 سالب 820 سالب 820 سالب 820 اكس لا مش عند اكس تساوي 8 هذا عند اكس تساوي لان عندك 8 من غير عند اكس تساوي 12 خلينا اكس تساوي 12 حنقول 60 60 في 12 60 ضرب 12 ناقص 1300 ناقص 1300 سالب 580 نفس ايش نفس الرقم سالب 580 نفس الرقم تمام فالحل صحيح تمام الحل ايش ماله الحل صحيح تمام الحل فيش فيش في اي مشكله الحل ايش ماله صحيح تمام كويس فهذا الفي اذا كانت 60 سالب 60 حتكون هذيك الفي مالها تكون في هذيك 60 عشان يطلع مالها العكس تمام عشان تطلع ايش العكس تمام. طيب 12 اكس 2 20 ايش اي مشكله فيش فيها اي مشكله خليكم دائما تاخذوا الجزء الشمال تمام لازم نحل ناخذ جزء مين ناخذ جزء ايش الشمال الجزء اليمين حيغلبكم شويه حتى لو كان سهل مرات بديش تخربطوا تمام دائما خذوا ايش خذوا جزء فيش اي مشكله في الحل حليته هنا تمام لانه نفس الرقم حيطلع معي عند معوض برقم صحيح تمام دائما حناخذ ايش الجزء
جزء الشمال في حل، دائما ناخذ الجزء الشمال واحنا بنحل، دائما ناخذ الجزء الشمال واحنا بنحل. رجاء شباب نفس الاسئله هذه خلينا نحلها بايدنا في البيت. شوف هنا انا بحل هيك مرات عشان ما فيش له واحد ممكن يخربط، فانت بدك برضه كمان في البيت عشان تتدرب لازم ايش تحل بايدك، لازم تحل بايدك تمام، لازم تحل بايدك. تمام اكزامبل هذا الخاطر خلي المحاضره تجي عشان لما اجي اعمل المراجعه اعمل عليه ايش اعمل عليه مراجعه. تمام هيك بكون انهيت ايش انهيت المحاضره.